كيكة برضو لذيذة جدا جدا جدا. الوصفة بتاعتنا علشان نعملها عايزين تقريبا 5 تفاحات، وانا بحب الاحمر الصراحة، هو اغلب الناس بيستعملوا الاصفر بس انا بحب الاحمر، انتوا استعملوا اللي انتوا عايزينه. بقشره كده وقطعوه اربع زي ما انتوا شايفين كده شرايح رفيعة. عايزين نص كوباية زبيب، بتحبوش استغنوا عنه، 1 كوب عين جمل برضو ما بتحبوش استغنوا عنه، ومعلقة صغيرة قرفة. خليط الكيك هيكون عبارة عن 1.25 كوباية دقيق، 2 بيض، نص كوباية سكر، نص كوباية حليب، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 50 جرام زبدة، وعايزين زبدة علشان ندهن ورق الزبدة. زبدة علشان ندهن ورق الزبدة، اوكي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة هنعملها هنجيب الصينية بتاعتنا، هنحط فيها ورق الزبدة بهذا الشكل كده، ورقة زبدة في القاع. هندهن بس شوية كده تحت علشان الورقة تلزق كده، وبعدين هندهن نفس ورق الزبدة بالزبدة. بالشكل ده هندهن بقية الصينية كده، اوكي. هناخد دلوقتي التفاح اللي عندنا، هحط عليه عين الجمل، هحط عليه الزبيب، هحط عليه القرفة، وهنقلبه مع بعضه ونحطه في الصينية بتاعتنا. تمام كده خلصنا طبقة التفاح. هنعمل بقى دلوقتي الطبقة بتاعت الكيك. طبقة الكيك علشان نعملها عايزين الآتي، عايزين الزبدة وتكون بحرارة الغرفة، بس نضربها كده ضربتين. نحط السكر، البيض، خلينا دلوقتي نحط عندنا هنا البيكنج باودر اللي عندنا، هنحطه هنا ونقلب شوية. اتنين معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندنا هنا حطوا شوية فانيلا صغيرين، ونرده نخلط. يلا بينا نحط الدقيق على مرتين. مشكلة مشكلة العجان ده انه ما عندوش وسط، اول ما تشغله متحمس جدا، فلازم ايه نمشي معاه بالراحة بدل ما يطرطش. بقية الدقيق وكده خلصنا كده، تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ شوفوا، هناخد الكيكة بتاعتنا، خليط الكيك بتاعنا ده،
وهنحطه فوق التفاح، فوق التفاح يعني كده. ده كده محطوط التفاح هنا اهو، هناخد الخليط ده ونوزعه على التفاح من فوق كده. ولا تقلقوا، هو في الفرن هيدوب وهيدخل جوه الكيكة ويعمل لنا كيكة لذيذة جدا. هنفرد بقى الخليط كله كده حوالين، او مش حوالين، فوق التفاح اللي عندنا. خلاص كده تمام. هاخدها بقى احطها في الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا، بتقعد نص ساعة. تمام، بيكون بقى شكلها ايه لما بتخلص؟ ده شكلها لما بتخلص اهي. ممكن نحط عليها فوق من على الوش كده شوية سكر بودرة، وهنقطعها معاكم دلوقتي عشان تشوفوا شكلها من جوه عامل ازاي. نحط شوية سكر بودرة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.